عليها هذه الليثيومات اللي هي الجرانيولوزا ولا التيكا انتيرنا؟ تيكا انتيرنا قصدك؟ ايوه التيكا انتيرنا حتطلع بروجستيرون مينلي، استروجين عن بروجستيرون، لكن مينلي البروجستيرون، لكن برضه بتطلع استروجين. اوكي الجرانيولوزا سيل بتطلع كميات اكبر من الاستروجين، عشان كده بنلاقي في المرحله قبل الاوفيوليشن بيكون الاستروجين عالي جدا، بعد الاوفيوليشن بيكون البروجستيرون هو الاعلى. اوكي هما بيطلعوا الاثنين استروجين، لكن الثيكا انترنا حتطلع لي قصدي الجرانيولوزا سيل بتطلع كميه كبيره من الاستروجين في المرحله الاولى اللي قبل الاوفيوليشن، بيكون الاستروجين عالي جدا، بعد الاوفيوليشن بيطلع لنا ثيكا انترنا استروجين لكنه ما هو بالمستوى بتاع اللي قبل الاوفيوليشن، بيكون الهرمون اللي بيطلع اكثر من الكوربس لوتيوم هو البروجستيرون. اوكي النيجاتيف فيدباك السيكين الجرانيولوزا بتطلع حاجه اسمها انهيبين تسبريس الاف اس اتش. اوكي وسيكا انترنا وكمان الجرانيولوزا سيل بيطلع استروجين بيعمل لنا بوزيتيف فيدباك للال اتش. positive feedback وفي مرحلة ما بيكون negative، لكن حسب إفراز الاستروجين إذا كان أبربت وعالي جدا هو راح يعمل أو هيعمل سيرج في ال LH في المرحلة دي، لكن في مستوى معين بعدها أي زيادة في الاستروجين بتعمل suppression، تعمل negative feedback. معي أنت؟ فهمتني يا يزن؟ ترى انا بقول لك اللي فهمته الان عشان هي في حاجه غلط وبك تصححها لي. طيب اوكي الحين احنا عندنا الليفس اتش والال اتش، الليفس اتش تؤثر على الجرانيولوزا والال اتش على التكا انترنا وعلى الجرانيولوزا على الاثنين، لكن بصوره اكبر هياثر على السيكا انترنا، هو دوره بعد الاوب يعني بعد ال قبل الاوفيوليشن مباشره وبعد الاوفيوليشن دوره هنا، لكن الدور بتاع الاف اس اتش هو الاستيمولاشن للماتوريشن الدور الاول البدائي، يعني الجريفيان فوليكل عندها مرحلتين، مرحله في الاولى طبعا هي بيعتبروا الاوفري بيمر بثلاثه مراحل اللي هي المرحله الاولى فوليكولر والاوفيوليشن والكوربس ليوتيم او الليوتيال فيز. الفوليكولر فيز هنا بكون فيها الاف اس اتش هو البريديمونيتنج هو المسيطر، فهمت علي؟ والريسبونس للاف اس اتش بنلاقي الجرانيولوزا بتطلع الانهيبين عشان تعمل سبريشن وبتطلع استروجين برضو. اوكي والسيكا انترنا بتطلع استروجين، لكن الريسبونس للال اتش هذه الريمينانت راح تتحول لحاجه اسمها كوربس ليوتيوم، في الحاله دي حيطلع بروجستيرون. فهمت علي؟ وضحت؟ فالمرحلة هي مرحلتين ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى الفوليكولر، المرحلة في الوسط اللي هي بس لحظة الأوفيوليشن هي بس مرحلة بتاعت إنه يحصل زيادة مفاجئة كبيرة في الـ LH تؤدي للأوفيوليشن. المرحلة الثالثة اللي هي اليوتيال فيز هنا راح الباقي ما تبقى من الفوليكل راح يتحول إلى لون أصفر وينتج لي هرمون البروجستيرون. أوكي؟ معايا انت؟ والله الاستروجين طيب اقول لك حاجه، المرحله الاولى هي الفوليكولر فيز، هنا المرحله دي بيكون بياثر فيها مين؟ بياثر في مين فيها الاف اس اتش، الاف اس اتش هو بكون ايش؟ هو اللي مسيطر، الدور بتاعه انه يخلي الجريفيان فوليكل دي كلها جريفيان فوليكل بتبدا تحت تاثير الاف اس اتش انه يعني يبدا يحصل ماتوريشن للاوفم والخلايا حول الاوفم اللي هي سواء كان جرانيولوزا سيل او ثيكا انترنا بتبدا ان ريسبونس للاف اس اتش، بيحصل حاجتين، الثيكا انترنا دي الجرانيولوزا حتطلع الانهيبين عشان توقف ايش في مرحله معينه لما مستوى الاف اس اتش يبقى مره عالي حتوقف وخلاص نيجاتيف فيدباك. تمام هنا الجرانيولوزا سيل والثيكا انترنا بيبدوا يطلعوا هرمون الاستروجين
الاستروجين ده لما يطلع بمستوى عالي جدا راح يعمل لنا بوزيتيف فيدباك يخلي البتدر يطلع ال LH. وضحت؟ لما يصل مستوى معين يعني يزيد زياده كثيره جدا في المرحله، في الحاله دي هيعمل تثبيط بدل ما يعمل استيميوليشن، بيكون اوريدي ال LH بقى مستوى عالي جدا ويعمل له الاوفيوليشن. اوكي، الاوفيوليشن ده هنا الاوفيوليشن اللي حصل ده حيبقي لي بقايا ريمينانت بنسميها كوربس لوتيوم. طبعا في حاجه اسمها كوربس هيموراجيكم بعدين ما مهمه بعد الكوربس لوتيوم، انه بيبدا الريمينانس الاشياء المتبقيه هنا الخلايا المتبقيه بتبدا بدل ما تطلع استروجين راح تطلع لنا بروجستيرون. تمام، البروجستيرون ده اثره ايش؟ هو اكشوالي بياثر على الرحم على اليوترس، ويستمر الكوربس لوتيوم في انتاج البروجستيرون. اوكي، يستمر في انتاج البروجستيرون وبعد كده هيوقف ولا لا؟ ده بيعتمد على انه حصل بريجننسي ولا لا. حصل بريجننسي راح يستمر 3 اشهر تحت تاثير الاتش سي جي، ما حصل بريجننسي خلاص هيتحول الى فايبرس تيشو وينتهي، عشان بعد شويه ثاني ينزل مستوى البروجستيرون والمستوى الاستروجين يروح ايش البيتري جلاند تطلع الاف اس اتش مره ثانيه عشان تبقى ثانيه جريفين فوركست تحصل لها ايش ماتوريشن، وجزء من الخلايا راح ينتج انهبين اللي هي الجرانيولوزا عشان تثبط، والجرانيولوزا مع سيكا انترنا يطلعوا استروجين، والاستروجين راح يعمل لنا بوزيتيف فيدباك يطلع مور ال اتش، والال اتش يعمل الاوفيوليشن وياثر في الريمينانت عشان تعمل لنا ايش كوربس لوتيوم. لكن زي ما قلنا الاستروجين في مستوى معين راح يعمل انهبيشن. الان كليريا كليريا يزن، وضحت ولا لسه فيها اشكال؟ انت اشكالك ويتش از ويتش، هل الجرانيولوزا هي اللي بتطلع الاستروجين ولا الثيكا انترنا؟ both of them. لكن الجرانيولوزا تميزت بانها بتطلع على الانهيبين اللي هو بيعمل انهيبيشن لل اف اس اتش. والبروجستيرون كلهم طلعونه ولا البروجستيرون؟ ما خلاص هم بعد كده لما طلع الاوفم الباقي ده كله راح يتحول الى حاجه كده بس كتله لونها اصفر، جسم اصفر، الخلايا الموجوده هي الان كلها راح تنتج ايش؟ راح تنتج البروجستيرون، نسميه الجسم الاصفر كوربس لوتيوم. نعم، الحين هذه العمليه تكون في اي مرحله؟ فوليكولر ولا قبل فوليكولر؟ هذه في الاوفيريان سايكل الفوليكولر، الاوفيريان سايكل اللي هي بتتم كل 28 يوم او كل شهر بيحصل سايكليكال تشينجز. اوكي، هذه الاوفيريان سايكلز عباره عن تغيرات بتحصل في الاوفري، وهذه التغيرات بتؤدي لانه يحصل اوفيوليشن، يحصل نضج للجريفين فوليكل اوفيوليشن، وبعد كده تكون لك جسم الاصفر. الحاجه اللي بتميز الاوفيريان سايكل او مهمتها انها تنتج لي هرمونين الاستروجين اند بروجستيرون، وديل الاثنين الاستروجين اند بروجستيرون هم راح ياثروا في اليوترس عشان يعملوا لي التشينج سايكليكال تشينجز اللي بيحصل معاها المينستريشن كل شهر. يعني اليوتراين اندوميتريوم بيحصل فات تشينجز تغيرات شهريه، التغيرات دي بتؤدي للنهايه للشيدنج وانه حصل منستريشن، وبعد كده يحصل ايش؟ يعني سينكرونايزد، هذه الثلاثه فيزز اوف ذا اوفري سينكرونايزد متزامنه مع مراحل متغيرات في الرحم. هذه المراحل التغيرات هي عباره عن بريباريتوري فيزز عشان تستقبل الفيرتلايز اوفم. اوكي، ان كيس انه ما حصل بريجننسي خلاص هيحصل لها شيدنج، واضح؟ ففي سينكرونايزيشن، يعني مثلا لما يكون في الفوليكولر وفي استروجين في الفوليكولر، شوف في احنا هنبدا من فين؟ نبدا من انه حصل كوربس لوتيوم وانتهى. اول ما انتهى الكوربس لوتيوم راح ينزل مستوى الاستروجين والبروجستيرون فيلو، في الحاله دي راح يحصل شيدنج، هيحصل منستريشن. اوكي، المنسترال فيز اوف ذا يوتراين سايكل، في اللحظه دي بيبدا الاف اس اتش ياثر في جريفينز فوليكل ثانيه، فبنسميها فوليكولر فيس. ما في بلاسينتا الان، بنتكلم عن انه ما في بريجننسي يا يزن. فوليكولر فيس، فوليكولر فيس هيبدا ايش؟ يعني المنستريشن معاه مع الفوليكولر فيس. فوليكولر فيس بدا يحصل لنا ماتوريشن اوف جريفين فوليكل. اوكي، في مرحله ما قلنا الاستروجين بيكون عالي بيخلي يحصل اوفيوليشن مع الاوفيوليشن. في الفوليكولر فيز برضو بيكون الاستروجين عالي، ارتفاع الاستروجين في الفوليكولر فيز برضو راح يخلي بطنه الرحم يحصل لها بلوريفريشن، دي البلوريفاتيف فيز. المرحله الثانيه برضو هي متزامنه مع الفوليكولر فيز.
بعد الاوفيوليشن وتكوين الكوربس لويتيوم بيجيني بيرتفع لي مستوى البروجستيرون. البروجستيرون راح يديني السكريتوري فيز اللي هي المرحله بتاعت خلاص انه الاندوميتيوم از ريدي فور ذا فيرتلايز اوفا. لكن ما حصل بريجننسي وات ويل هابن؟ مستوى الكوربس لويتيوم حينتهي، البروجستيرون حيقل، الاستروجين حيقل، خلاص راح يحصل شيدنج ومنستريشن وتبدا لي فوليكولر فيز جديده. فهي ثلاثه مراحل في الاوفريز، الاوفيريان سايكل، ثلاثه تغيرات شهريه في الاوفري معاها ثلاثه تغيرات مختلفه تماما بنسميها تراين سايكلز، تو ديفرنت سايكلز، واحده حاصله في الاوفري على مستوى الاوفري والثانيه على مستوى اليوترس. اليوترس التغيرات اللي فيه عباره عن تغيرات تحت تاثير الاستروجين اند بروجستيرون، لكن التغيرات اللي في الاوفري تحت تاثير الاف اس اتش اند ال اتش. وضحت؟ ترى اعيد اخر نقطه اللي هو عندنا الاوفري تكون تحت تاثير للاتش. انا التشنجز اللي حصلت هنا انه نمت لنا جريفيان فوليكيل وطلعت استروجين، وبعد شويه حصل زياده في ال اتش وطلع حصل اوفيوليشن. هذه التغيرات اللي حصلت في الاوفري نتيجه لافراز الاف اس اتش اند ال اتش، هم اللي اثروا فيه. وبعدين الريسبونس تو ذيس هرمونز الجوناد الاوفري، لانه هو جوناد هو عباره عن جلاند يعني اندوكراين جلاند، بيطلع لنا استروجين اند بروجستيرون. هذا الاستروجين اند بروجستيرون راح ياثر في اليوترس، يخلي اليوترس بده يحصل له بريبريشن ازيف كانه حيحصل بريجننسي. فاديني في البدايه البروليفيريتيف فيز، وبعدها السكريتوري فيز خلاص تكون الاندوميتريوم كبيره جدا وفيري ثيك وفيها جلاندز وبدات تعمل سيكريشنز اند ريدي فور ذا فيرتلايزد اوفا. إذا ما حصل pregnancy وحصل destruction أو fibrosis للكوربس لوتيوم في الحالة دي خلاص راح يحصل destruction للليترين endometrium بشكل menses بشكل bleeding. وضحت؟ في نفس الوقت هذه في نفس المرحلة دي بيكون حصل إيش؟ بيكون متزامنة مع أيوة راح أرفع لكم المحاضرة بتاعة reproductive عشان في رسمة كده بتوضح لنا الكلام ده. I will just يعني حأمر على الأوفيريان سايكل واليوترين سايكل بسرعة ونشوف في رسمة كده بتوضح لي الاثنين مع بعض عشان تستوعبوه يعني. أوكي طيب طيب يلا ركزوا معي. زي ما قلنا انه الفيميل عندها البريموديال فوليكلز مليانه بالاوفا، دخلت في الميوزيس وحصل لها ايش؟ بوز، ثبتت ما راح تكمل الميوز بتاعها الا اذا حصل فيرتلايزيشن. دي نقطه، عشان كده ما حيكون في زياده في عدد الاوفا. اوكي طيب في البدايه الاوفا دي قاعده كويسنت كده جوا الجريفين فوليكل، تمام؟ وات ويل هابن مع البيوبرتي؟ بيبدا الانتيرير بتيتري جلاند تفرز ليه الاف اس اتش. الاف اس اتش راح تصحيها تخليها تبدا يحصل لها ايش؟ ماتوريشن، وحولها في سيكا انترنا وحولها في الجرانيولوزا سيلز. فالريسبونس للاف اس اتش، ما هي جلاند، هي اندوكراين جلاند بتفرز هرمونات، الريسبونس للاف اس اتش راح تفرز الانهبين وتفرز الاستروجين. ايش الدور بتاع الانهبين وايش الدور بتاع الاستروجين؟ عشان لو ما ثبطنا الاف اس اتش راح يرتفع مستواه فيري 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 هاي، خلاص في مستوى معين من الاف اس اتش بتكون هنا حصل ماتشوريشن، خلاص هي صارت ماتشور والاوفا خلاص ماتشور، محتاجين بس نعمل ايش؟ اوفيوليشن. في الحاله دي الاستروجين اللي بيفرز من الجرانيولار سيل انتيكا انترنا بتعمل لنا ايش؟ بتعمل لنا الاستروجين بيعمل لنا ستيموليشن لمور ال اتش، ده بسموه بوزيتيف فيدباك. واضح؟ هنا بيجينا يعني المرحله من بدايه افراز الاف اس اتش لغايه ما حصل الماتوريشن. اوكي قبل افراز ال اتش دي بنسميها فوليكولر فيز، وهي اسمها نفسه الفيز بيمشي مع الاف اس اتش، فوليكل ستيمولاتنج هرمون.
يعني المرحله بتاعه انه الفوليكل بيحصل لها ماتريج. ايوه تفضل. نعم الحين فين احنا؟ وش الخطوه الاوليه اللي احنا نبدا فيها في هذا الفيز؟ وش الهرمونات اللي تكون تمشي؟ اول خطوه بنبداها ان يكون مستوى الاستروجين والبروجستيرون لو. هنا في الحاله دي الهايبوثالاموس بيطلع جونادروبين ريليزنج هرمون بياثر في البيتوتري جلاند، ده مع بدايه البيوبرتي. هما بيبدا مع البيوبرتي سايكلز، بيبدا مع البيوبرتي وتستمر كده، هتستمر ما حتوقف السايكل، ما حتجيب. كيف ما حتجيب؟ اف اس اتش ياثر في الجريفيان فوليكل، تبدا واحده ولا اثنين ثلاثه من الجريفيان فوليكلز تو ماتشور وتفرز لنا استروجين. اوكي الهيبين هيثبط الاف اس اتش. اوكي الاستروجين راح يعمل بوزيتيف ستيميوليشن للال اتش. الال اتش لما يزيد بقوه يصير مره عالي، بيخلي الجريفيان فوليكل اللي هي اوريدي صارت ماتشور الحجم بتاع السوائل الداخليه تكون كثيره. زياده السوائل في الداخل بتعمل اوزيس، يعني بتبدا تخلي يحصل زي نز كده، او يعني يبدا يحصل نتح، او يعني تبدا السوائل تخرج، فخروج السوائل بدي لخروج الاوفم، ده اللي هو الاوفيوليشن. يبقى الاوفيوليشن هو اصلا الفانكشن اوف ذا ال اتش. ليش ال اتش صار مره كثير؟ ها ليش مره كثير؟ عشان الاستروجين، صح؟ وضحت الان؟ كلير يا جماعه ولا صعبه؟ اف اس اتش نبه الجريفيان فوليكل حصل لها ماتوريشن، بدأت الجرانيولوزا سيل والسيكا انترنا سيلز تفرز لنا الاستروجين. الاستروجين ده خلى الانتيريوتي جلاند تفرز كميه مهوله من الال اتش. بوزيتيف فيدباك. الان فهمت يا يزن؟ خطوه بخطوه. يعني الاستروجين اللي طالع راح يعمل تحفيز لافراز الال اتش. والال اتش از نيسيسري فور اوفيوليشن، ما بيحصل اوفيوليشن لو ما الال اتش صار مستواه عالي. بيزيد لنا السوائل جوا، بيخلي يحصل لها ربشر يا اخي، يحصل لها ربشر. ربشر يعني ايش؟ تنفجر، تنفجر الجريفيان فوليكل اللي طالع منها الاوفا. انفجار، ربشر، تنفجر. زي البالونه لما تملاها بالهواء مره. ها خلاص الانهيبين ده من البدايه لما الاف اس اتش كان مره كثير، خلاص مستواه عالي وصارت هي ماتشور، ما محتاج للاف اس اتش بعد كده. الانهيبين راح يثبطوا، ما محتاج له، محتاجين في المرحله دي ال اتش. انفجرت طلعت الاوفم. اوكي صار عندي ال اتش عالي حصل اوفيوليشن. وات ويل هابن؟ الباقي ال اتش راح ياثر في مين؟ في المتبقي، الخلايا المتبقيه هنا كلها بيحول لي المتبقي كله لحاجه اسمها الجسم الاصفر. هذا الجسم الاصفر وظيفته انتاج البروجستيرون. اوكي الجسم الاصفر لو ما حصل بريجننسي بيتحول لجسم ابيض ويحصل له فايبروزيس وينتهي. من بدايه الاف اس اتش ونمو جريفيان فوليكل لغايه ما حصل فايبروزيس 28 يوم او 30 يوم، يعني شهر. لما ينتهى الجسم الاصفر معناه ما في بروجستيرون، واصلا الاستروجين بيبدا ديكلاين من البدايه، الاستروجين بيبدا من البدايه من بعد الاوفيوليشن مستواه بيقل. خلينا من الحمل الان. الان حصل ايش؟ صار الجسم الاصفر ما في استروجين ما في بروجستيرون. وات ويل هابن؟ ثاني ال 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 الانتيريور بيتري جلاند حتطلع اف اس اتش مره ثانيه عشان تعمل لنا تحفيز لانذر جريفيان فوليكل وتستمر نفس الخطوات. كم مرحله عندنا؟ ثلاثه مراحل. فوليكولر فيس، اوكي اوفيوليشن، ليوتيال فيس. دي الفيزز بتاعت مين؟ بتاعت الاوفري، اسمها اوفيريان سايكل. هي الاوفيريان سايكل فوليكولر قبل الاوفيوليشن بالاف اس اتش، اوفيوليشن اندر كنترول اوف ال اتش، اند ليوتيال برضو اندر كنترول اوف ال اتش. دي ثلاثة مراحل في الشهر. طيب هذه التشينجز اللي بتحصل في المبيض بتؤدي الى انتاج هنا استروجين وبعدين هنا بروجستيرون. هذا الاستروجين عن بروجستيرون حيأثر في بطانة الرحم، راح يأثر في بطانة الرحم. الاستروجين بيخلي يحصل بلوريفريشن، زيادة في عدد الخلايا في بطانة الرحم، تصير ثيك. اوكي بيسموها بلوريفريتيف فيز. اوكي والبروجستيرون راح يخليها تصير مور ثيك، ثيكر، وخلي الجلانز اللي فيها تكون سيكريتنج سيكريشنز، تكون خلاص بريبيرد فور ذا فيرتلايزد اوفم فور ذا زايجوت، تكون خلاص جاهزه. واضح؟ ما حصل بريجننسي، وات ويل هابن؟ خلاص ال اتش
حصل يعني تدمير للكوربس لوتيوم صار فايبروس ما في ال اتش خلاص ما حيكون في بروجستيرون قصدي الكوربس لوتيوم اتدمر ما في بروجستيرون انخفض مستوى البروجستيرون اصلا الاستروجين كان فيري لو هنا بطانة الرحم راح يحصل لها شيدنج تفسخ وتنزل في شكل بليدنج كم مرحله عندنا في اليوتراين فيز برضو ثلاثه بلوريفيريتيف والثانيه اسمها سكريتري والثالثه اللي هي المينستريشن اور مينستيريال تمام البلوريفيريتيف اندر كنترول اوف استروجين السكريتري بيجا فيري ثيك جاهز دي تحت تاثير البروجستيرون واذا ما حصل بريجننسي خلاص بيبدا ايش يحصل شيدنج وبليدنج المرحله بتاعت البليدنج دي بتكون سينكرونايز مع بدايه الفوليكولر فيز بتاعت الدوره اللي بعدها السايكل اللي بعدها اوكي وضحت الان ثلاثه فيزز في الاوفيريان سايكل الاوفيريان سايكل التغيرات اللي بتحصل فيه نتيجه للاف اس اتش ان ال اتش وهو بدوره بيفرز الاستروجين ان بروجستيرون اللي هم راح هم استروجين بروجستيرون ياثروا في بطانه الرحم يعملوا لنا اليوتراين سايكل برضه فيها ثلاثه مراحل منستيرال بلوريفيريتيف اسكريتري وضحت في رسمه هنا بتوضح لنا الكلام ده اكثر شايفين الرسمه دي هنا عندنا الاوفيريان سايكل اليوتراين سايكل بتوضحهم كيف سينكرونايز مع بعض اوفيريان سايكل الفوليكل بده يحصل لها ماتوريشن اندر كنترول اوف ها اوفيريان سايكل فوليكولر فيز تحت تاثير مين جود اف اس اتش جود تمام ويلا هنا خلاص الاف اس اتش لا اف اس اتش بس يا علي كعبي اف اس اتش مينلي لكن لما وصل مرحله يلا الاستروجين يلا هنا الاوفري بده يطلع استروجين عالي الاستروجين راح يعمل لنا بوزيتيف فيدباك ويخلي البيتر جلاند تطلع مين ال اتش which is responsible for ovulation والال اتش يستمر افرازه لمرحله معينه بعد كده حيتظبط اوكي طيب الاستروجين اللي كان بيفرز في مرحله الفوليكولر فيز بياثر في الاندوميتريوم يخليه ينمو لانها كانت فيري تين اندوميتريوم فبيزيد لكن بزياده معقوله بسميها بلوريفيريتيف فيز لكن بعد الاوفيوليشن الكوربس اللي بينتج البروجستيرون ده بيخلي الاندوميتريوم تو بي مور ثيك ويخلي الجلانز اللي فيه تكون سكريتنج تكون فيري بيكون ريدي عشان تو اكسبت في الفيرتايلد اوفر اوكي طيب ما حصل بريجننسي اتدمر لنا الكوربس لوتيوم صار فايبروست معناه ما في بروجستيرون ما في استروجين وات ويل هابن هيحصل بليدنج لما حصل بليدنج ده كان بدايه الاوفيريان سايكل الثانيه يبقى في بدايه الاوفيريان سايكل بيكون في البليدنج شايفين بدايه الاوفيريان سايكل بيكون في بليدنج لانه ما في لا استروجين لا بروجستيرون مع بداية الاستروجين بيكون عندنا بلوريفيريتيف فيز اوف ذا يوتراين سايكل اول ما جه البروجستيرون حيكون عندنا ايش سيكريتري فيز اوف ذا اوفيريان سايكل اوف ذا يوتراين سايكل وضحت الان يبقى المينسترال بلوريفيريتيف مع الفوليكولر والسيكريتري مع اليوتيال وضحت الان اوفيليشن ما لحظه بس ما حاجه ما بتاخذ زمن وضحت طيب نرجع نشوف لو ماذا يحدث لو حصل بريجننسي طيب ان كيس انه حصل بريجننسي ده في انه في حاله انه ما يحصل بريجننسي نفترض حصل بريجننسي حصل بريجننسي ده الكوربس لوتيوم بيطلع لي مين بروجستيرون البروجستيرون مهم عشان يحافظ على بطانه الرحم تستمر في النمو ما يحصل لها شيدنج فهنا حيستمر الكوربس لوتيوم ويستمر انتاج البروجستيرون ليش يستمر الكوربس لوتيوم لانه الزايجوت راح ينتج هرمون اسمه اتش سي جي هذا ال HCG هيأثر في الكوربس ليوتيوم ويخليه يستمر ما ينتهي ما يتحول للكوربس البيكان لفترة كم؟ لفترة ثلاثة أشهر بعدها خلاص ما راح يفرز ليش؟ خلاص بتبقى تكون كورد عندي البلاسينتا والبلاسينتا will produce the progesterone yes it will produce the progesterone by itself وضحت الآن نرجع للمحاضره اللي فاتت اللي هي اثر اف اس اتش ان ال اتش على الميل جوناتس هنا ممكن نشوفها في الرسمه دي نفسها ايوه
يشترون المنتج الوحيد له اللي يكون في البداية يعني قبل 3 أشهر حق الحمل أو في فترة غير الحمل هو يكون الكوربس لوتيوم فقط في فترة الحمل اللي هو البروجستيرون ماله؟ المنتج حقه فقط هو يكون الكوربس لوتيوم. أيوة بيجي من الكوربس لوتيوم، بيجي من الكوربس لوتيوم. معليش كان الصوت مقفول. الكوربس ليوتيوم هو السورس بتاع السورس لانتاج البروجستيرون، ولو كانت واحده بريجننت في بدايه الحمل وشلنا ليها الكوربس ليوتيوم بيحصل ميسكاريج او ابورشن اجهاض، اوكي؟ والبروجستيرون بيستمر مرتفع في كل في طوال مرحله الحمل، ما راح يهبط الا قبل الولاده. حتى من الميكانيزمز اوف انيشيشن اوف ليبر بعضهم بيقولوا انه الصدن ريدكشن ان بروجستيرون كونسنتريشن، يعني بيقولوا دي واحده من الميكانيزمز اللي بيحصل بها ديليفري. ليش البيبي بيحصل له ديليفري؟ انه فجاه كده بتوقف او بيقل مستوى البروجستيرون، ده بيؤدي لانه يحصل ايش؟ اكسبلشن اوف ذا بيبي. اوكي؟ طيب في سؤال في الحته دي قبل ما نمشي نشوف الميل الاف اس اتش الميل اتش على الميل جوناس، في حاجه؟ طيب في الميل جوناتس الاف اس اتش بياثر اكشوالي على سيرتوليسل، والسيرتوليسل هي عندها بتلعب دور في انها بتساعد في خلق. معليش يا محمد ودعاني توداي وما عندنا طريقه لازله برا المنهج عشان ما نعمل ديستراكشن لزملائك، نخلي المعلومات اللي هي في المنهج يقدروا يعني يثبتوها. اي سؤال عندك خارج المنهج ممكن ترسل لي واتساب انا بجاوب لك عليه ان شاء الله. طيب السيرتوليسل مهمة في انها تعمل لنا تدعم لنا عملية الاسبرماتوجينيسيس، يعني تحول لنا الاسبرماتيد انتو اسبرماتوزوا. اوكي؟ بتحتاج عشان تقدر تعمل العملية دي بتحتاج تاخذ التستوستيرون وتحوله الى استروجين وتعمل ايش؟ تعمل به عملية بتاعت الماتوريشن. فيبقى التستوستيرون مهم. طيب من فين بيجي التستوستيرون؟ السيرتوليسل will be stimulated by FSH عشان تقدر تعمل عملية ايش؟ انها تساعد في عملية الماتوريشن اوف ذا سبيرمز، اوكي؟ والال اتش اللي بيوز بيأثر في الليدك سيل عشان تطلع لها التستوستيرون، والتستوستيرون is essential for العملية بتاعت الماتوريشن. ما من الادرينال، الادرينال ما عندنا معاي دعوة هنا. وحتى زي ما ذكرنا قلنا زيادة الاندروجينز في الادرينال جلاند ما ممكن يعمل لنا سبرماتوجينيسيس. ما بيعمل لنا سبرماتوجينيسيس، ليش؟ أنا قلت المعلومة دي قبل كده، قلت بيعمل لنا لو في طفل عنده كمية يعني بيفرز الادرينال جلاند بتاعته بتفرز كمية مهولة من الاندروجينز لأنه عنده مثلا ديفيشنسي في الانزيمز اللي بتعمل لنا كورتيزون، هيكون عنده اندروجينات عالية فبيظهر له حاجة اسمها بريكوشيس سودو بيوبرتي. جود. سودو بيوبرتي يعني كاذبة، شكله كده من برا انه هو حصل له بيوبرتي لكن اكشوالي ما ممكن يعمل سبيرمز. ليش؟ لانه عشان السيرتوليسس تاخذ التستوستيرون وتحمل تحويل الاستروجينز وتقدر تعمل ماتوريشن للاسبرماتوجينيك سيلز دي بتشتغل في شكل براكراين ان براكراين فاشن، يعني بتاخده من خلايا مجاوره ما بتاخده من السيستميك سيركيوليشن. فهمت علي؟ فالدور بتاع التستيست يبقى الـ FSH بيحفز السيرتوليسل عشان تقدر تعمل عملية الماتوريشن، لكنها محتاجة للتستستيرون. من فين يجي؟ الـ LH لازم يحفز الليدك سيل عشان تطلع التستستيرون. فالتستستيرون will be taken by سيرتوليسل then بتحول إلى استروجين وبيساعدنا في عملية تحويل الاسبرماتيتس into سبرماتوزوا. وضحت؟ ده غير انه التستستيرون عنده other functions، عنده other functions rather than انه بيساعد في عمليه الماتوريشن اوف ذا سبرماتوجينيسيس. وضحت الان؟ كلير ليكم كلكم؟ هنا في كويشن مارك، يعني هل التستوستيرون ويل بي تيكن دايركتلي؟ لا، هو الواضح والثابت انه التستوستيرون ويل بي تيكن باي سيرتوليسل كونفرتد تو استروجينز، ذن حنستخدم الاستروجينز في عمليه الماتوريشن. واضح؟
طبعا الانهبين لما يكون خلاص انه الاف اس اتش حفز السيرتوليسيس ناو خلاص اتحفزت هيستمر كده الى ما لا نهايه، لا بتدي ريسبونس خلاص كويت انف الان انا ما خلاص اوكي صحينا، ده معنى الانهبين كده عشان نقلل شويه الاف اس اتش. في المرحله دي بيبدا البيتور جلاند طلع لنا مور ال اتش، ال اتش حيطلع لنا تستوستيرون ناو السيرتوليسيس ستيموليتد والليدك سيلز طلعت التستوستيرون وناو ايش راح يصير؟ السيرتوليسيس راح تعمل عمليه الماتوريشن او حتساهم في عمليه الفاينل ماتوريشن ستيبس. الاندروجين هو التستوستيرون، لما اقول اندروجين قصدي الميل، قصدي الميل هرمونز سكس هرمونز مينلي يعني هو التستوستيرون في كم نوع يعني، لكن لما اقول اندروجين دي كلمه عامه. داي هيدرو ايبندروستيرون تستوستيرون في كم نوع يعني، لكن لما اقول اندروجينز معناها الميل سكس هرمونز اللي هي التستوستيرون. لما اقول لك وظيفه الاندروجينز يعني وظيفه التستوستيرون ايش وظيفته؟ عنده وظائف على السكندري كاركترستكس والماتوريشن هنا في السبيرمز، وعنده وظيفه في الجينيتال اورجانس الانترنال اكسترنال. تتذكروا لما دخلنا اتكلمنا عن ديفرينشيشن اوف جينيتال اورجانس، وبيأثر طبعا في جروس فاكتور وميتابوليك الجينيتاليا اكسترنال انترنال كله بيأثر فيه التستوستيرون. حتى الكاركتر والشخصيه بتاعت الميل بتلقى انه الطفل لما يكون في البيبرتي ويكون التستوستيرون هاي بتلقى انه عنده نفس الشخصيه نفسها بيبدا يتاثر سايكولوجيكال يعني. ايوه مهم مفرق بين الجنسين زي ما قال. اتوضحت الان الفكره بتاعت الاف اس اتش عن ال اتش والنيجاتيف والبوزيتيف فيدباك وكده واضحه؟ طيب عندكم سؤال ثاني؟ طيب بالنسبه للريبرودكتيف قبل ما نمشي نقفل الملف ده، في احد عنده سؤال في الريبرودكتيف ولا واضحه بالنسبه لكم؟ طيب بس في معلومه، انا المعلومه دي يعني مش معلومه، هي طريقه تقدر تحفظ بيها يعني او تحفظك المعلومات، انه سيرتولي بالسيرتولي سيل بتعمل دور في سبرماتوجينيسيس اندر اف اس اتش. شفتوا الاسات ال اتش ليدك سيل، ال اتش سيمولات ليدك سيل عشان تو سكريت تستوستيرون. دي من باب انه سهل لكم الحفظ، وضحت؟ طيب في احد عنده سؤال قبل ما نمشي لتوبيك موضوع ثاني؟ انا ما راح ارجع ثاني للريبرودكتيف، نخلصه هنا ونشوف حاجه غيره. في عندكم سؤال في الريبرودكتيف ولا واضح بالنسبه لكم؟ طيب ايش ثواني، واضح ولا ما واضح؟ ما واضح اسال يا يزن. ثواني انا منتظره. اوفيريان ايش؟ اوفيريان سايكل دي ما سهله يا يزن. اوفيريان سايكل تغيرات بتحصل في الاوفري under the control of FSH and LH cyclical changes. بداية أول دورة الطفل الميل فيميل من أول ما حصل لها أول مرة حصل لها بيوبرتي إيش بيحصل لها؟ منستريشن. كيف المنستريشن ده؟ إنه الـ FSH عمل لنا ماتوريشن للفوليكل، وبعد كده الماتور فوليكل طلعت استروجين أكوردنجلي ارتفع مستوى الـ LH، عمل أوفيوليشن، عمل أوفيوليشن، بعد الأوفيوليشن تكون لها الكوربس ليتيوم، بعدين الكوربس ليتيوم ده حصل له دي جنريشن، وبعد ما حصل له دي جنريشن نزل المستوى الاف اس البروجسترون الاستروجين ثاني الاف اس اتش مره ثانيه. دي سايكل، دي كده سايكل كامله، سايكل مما حصل من بدايه ما حصل نمو الجريفيان فوليكل فوليكولر فيز وحصل اوفيوليشن وبعدها اليوتيال فيز، بعد اليوتيال فيز خلاص الكوربس ليوتيوم حيحصل له اذا ما في بريجننسي، احنا بنتكلم عن بريجننسي الان، راح يحصل له دي جنريشن يعني يحصل له فايبروزيس تليف، يبقى ما في بروجستيرون. هنا حتكون لي اوفيريان سايكل ثانيه برضه تبدا بفوليكولر فيز اوفيوليشن اند
ليوتيال فيز. التغيرات دي بتحصل على مستوى الأوفري، لكن عشان الأوفري هنا في الفوليكولر فيز بيطلع استروجين، اوكي، وفي اليوتيال فيز بيطلع بروجستيرون. هنا what will happen، دي الهرمونين راح يأثروا في بطانة الرحم ويعملوا لي حاجة اسمها uterine cycle، هي عبارة عن changes، cyclical changes تحصل synchronized، يعني تحصل متزامنة مع التغيرات اللي بتحصل فين، اللي بتحصل في 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 المبيض في الأوفري، أوكي؟ فحيحصل لي أول حاجة bleeding menstrual phase في بداية follicular phase، لأنه بداية follicular phase متى حصلت؟ follicular phase متى حصلت؟ هتبدأ مع نهاية مع تحويل الكوربس اليوتيم إلى الكوربس ألبيكان مع الفايبروزيز. هنا في المرحلة دي هيحصل الشيدينج، هيحصل البليدينج، تمام؟ فدي هتكون المنسترال فيز مع بداية الفوليكولر فيز. هتستمر الفوليكولر فيز ويستمر الاستروجين يديني البروليفيراتيف فيز. الاستروجين هو اللي راح يأثر في بطانة الرحم ويخلي يحصل لها نمو، أوكي، وزيد في الحجم، وتديني البروليفيراتيف فيز مختلفة عن الديستراكتيف فيز اللي قبلها، لكنها ما وصلت مرحلة السكريتري فيز، ما وصلت مرحلة انها صارت very thick and secreting secretions. المرحلة بتاعت السكريتري فيز دي بتكون مع اليوتيال فيز بتاعت الأوفري، لأنه البروجستيرون بيخليها تصير very thick وتخلي الجلاند فيها تحصل لها secretion وتكون ready prepared for the fertilized ovum. In case انه ما حصل pregnancy هيتحول الكوربس ليوتيم اللي هو بطلع بروجستيرون لكوربس ألبيكان، معناها ما في بروجستيرون، طوالي راح يحصل bleeding. حصل بريجننسي حيستمر الكوربس ليوتيم في انتاج البروجستيرون وحيستمر الاندوميتريوم وحيستمر ايش افراج البروجستيرون 3 شهور بالكوربس ليوتيم، وبعد كده عن طريق ايش عن طريق البلاسينتا لغايه ما يحصل دروب في البروجستيرون ويحصل ديليفري اوف ذا بيبي. وضحت؟ يبقى في تو سايكلز، في دي تو ديفرنت سايكلز، في سايكليكال تشينجز في الاوفري اسمها اوفيريان سايكل، وفي سايكليكال تشينجز في اليوترس اسمها يوتراين سايكل. هما different لكنهم synchronized مع بعض، متزامنتين مع بعض. شايف التزامن دي؟ هنا عندنا الأوفيريان سايكل لفوق، شايفينها؟ ودي هنا التغيرات اللي فين اللي في الرحم اللي هي اليوتراين سايكل. دي الأوفيريان سايكل عشان FSH LH، واليوتراين سايكل عشان الاستروجين and بروجستيرون. خلاص عبد الله قال لكم بعد 3 شهور من البريجننسي اللي بيفرز لنا البروجستيرون هو البلاسينتا. yes good. طيب الأوفيريان سايكل هتبدا بعد الولاده ولا لا؟ ده بيعتمد على انه هل البرولاكتين اللي مع اللاكتيشن مع العمليه بتاعه الارضاع، البرولاكتين ممكن ينجح في انه يثبط الاوفري وما يخليه تعمل ريسبونس للاف اس اتش، وبالتالي ما حتدخل لي في سايكل وتكون في امينوريا والحرمه ما يحصل لها بريجننسي ولا سايكلز ولا حاجه. فتره بتاعت ممكن تكمل سنتين وهي بترضع ما يكون عندها، يكون في سبريشن، اوكي. وممكن لا، ممكن يكون في برولاكتين لكن الاوفريز بتستجيب وتستمر الاوفريان سايكل والمنستريال سايكل، ممكن كده وممكن كده. في بعض الفيميلز مع البرولاكتين العالي ما بيحصل لهم سايكلز، بيكون عندهم يعني ابسنت سايكلز بسموها امينوريا، ما بيكون عندهم سايكلز وما ممكن يحملوا ثاني، فده بيعتبروه نوع من الكونتراسبشن، يعني نوع من وسائل منع الحمل الطبيعيه. وممكن يحصل لها عادي سايكل يعني منستريشن كل شهر عادي بعد الولاده، في كده وفي كده، ما كلهم بيحصل لهم الانهيبيشن ده، ما لهم كلهم بنفس المستوى. طيب في سؤال ثاني يا جماعه؟ نقفل الملف بتاع الريبرودكتيف ده. طيب طيب اوكي. لا النفاس ده ما حاجه ثانيه، ما ده بعد الولاده مباشره، اللي هي بيحصل بليدنج والرحم بيكون حجمه كبير جدا، فلازم يبدا ينزل حجمه، وده بياخد 6 ويكس اللي هي ال 40 يوم، 6 ويكس عشان يرجع لحجمه الطبيعي. بعد الفتره بتاعت اللي هي الفتره بتاعت الانفاز بعدها ممكن يحصل بعدها اللي هو السايكلز العاديه، لكن في اثناء
يعني في الفتره بتاعت الست اسابيع بعد الولاده لا ما بيحصل سايكلز، تكون فتره بتاعت النفاس زي 6 ويكس لغايه ما يرجع الرحم لوضعه الطبيعي والهرمونات ترجع لوضعها الطبيعي، تبدا لنا ثاني بتر جلاند يبدا شورتلي افتر ال 6 ويكس افتر ديليفري. السؤال الثاني كيف لازم يكون تخصيب ده ما فهمته. ايوه لا 6 ويكس الاولى دي بتاخذ في زمن بتاع 6 ويكس لغايه ما يرجع الرحم لوضعه الطبيعي والهرمونز ترجع للليفل بتاع الطبيعي لانها تكون فيري هاي لغايه ما ترجع الاستروجين والبروجسترون يصيروا فيري لو، يبقى ثاني الاف اس اتش والال اتش يفرزوا، ده بياخذ له زي 6 ويكس. طبعا برضو بيختلف من واحده للثانيه، لكن احنا بنتكلم عن الحاجه اللي هي يعني زي ما تقول المتوسط، يعني في متوسط النساء بيحصل كده 6 ويكس، وزين 6 ويكس بيجيف البليدنج وبيبدا الاوفيريان سايكل مره ثانيه وبيبدا مستوى البليدنج اللي هو السايكليكال بليدنج او المنستريشن بتبدا ترجع ثاني. تخصيب بتاع ايش؟ طب اوكي لا سال قدامك علي راجحي من سؤال عن الاي دي اتش صح؟ طيب في اي محاضره الاي دي اتش 2 ولا 3؟ انا ما متذكره. تو اللي هي عندنا اوكي. لا ما في 2. طيب 3 اوكي. طيب الاي دي اتش هو عباره عن هرمون produced by the hypothalamus and stored in the posterior pituitary gland. It is released according to level of osmolarity. ايش بيسوي الـ ADH؟ اصلا ايش بيسوي الـ ADH؟ ايش وظيفته؟ ها؟ ايش وظيفة الـ ADH؟ اسمه انتي ديوريتيك. وظيفته يعمل ايوه مش يمنع احتباس الماء، بالعكس يا عبد الاله، هو اسمه انتي ديوريتيك، يمنع افراز الماء في البول، يعني يعمل احتباس للماء. يعيد امتصاص الماء، يقلل فقدان الماء. طيب هذا الانتي دايتيك هرمون يفرز متى؟ اذا انا عايز احفظ الماء في الجسم، احفظه لما تكون الاوزمولاريتي هاي ولا لما تكون لو؟ ايوه يبقى اي حاجه بتخلي الاوزمولاريتي بتاعت الدم سواء الجسم تكون فيري هاي في الحاله دي الهايبوثالاموس والبي ستيميوليتد عشان يفرز لنا الاي دي اتش عشان يقلل الاوزمولاريتي ترجع للطبيعي. ايوه اذا زادت الاوزمولاريتي في الحاله دي في اوزمو ريسبتورز موجوده في الهايبوثالاموس هتخلي الهايبوثالاموس الان يعرف انه في زياده في الاوزمولاريتي على طول يطلع كميه من الاي دي اتش عشان نعمل ري ابسوربشن اوف ووتر ونرجع الاوزمولاريتي للطبيعي. على طول هو مستوى الاي دي اتش فلوكشويتنج حسب الاوزمولاريتي عشان ايش؟ دائما الاوزمولاريتي يعني اي تشينج فيها ديتكتد واكوردنجلي حيغير مستوى افراز الاي دي اتش. نقصت الاوزمولاريتي حنقلل الاي دي اتش، زادت الاوزمولاريتي نزيد الاي دي اتش عشان نقدر نحافظ على مستوى الاوزمولاريتي تكون طبيعيه. ده في حاله ايش؟ دي اللي هو يعني في الاحوال العاديه. احيانا بيحصل سيفير بليدنج. لو حصل سيفير بليدنج الدم الراجع للرايت اتريوم راح يكون قليل. ففي هناك بارو ريسبتورز حتكتشف انه الدم ايش؟ صار ماله؟ صار فيري لو، فترسل مسج هنا حيفرز الاي دي اتش لكن بكميات عاليه جدا، وهو زي ما قلنا اسمه اي دي اتش واسمه فازوبريسين لانه هو عنده قدره على انه يعمل فازو كونستريكشن، فحيكون فيري افكتيف فازو كونستريكتر لما يكون بيفرز بكميات عاليه صدلي. متى بيفرز بكميات عاليه وصدلي؟ اذا كان في
sudden loss of fluids, sudden bleeding, يعني الشخص حصل له bleeding، يعني حصل له نزيف مفاجئ acute، مش شخص عنده نزيف chronic بينزف شوية شوية بسيط لكن كل يوم، لا حصل له مثلا لا قدر الله حادث وفقد دم كثير، في الحالة دي هيحصل stimulation عن طريق الباروريسبتر لكن ما عن طريق الأوزموريسبتر. هذه الاستيمولس الجديدة المختلفة هتخلي الريسبونس يكون مختلف، هيحصل إفراز للـ ADH بكميات مهولة ومفاجئة، فهتعمل two functions، هتشتغل على البلود vessels تعمل vasoconstriction عشان ترستور البلود على السيركيوليشن، وفي نفس الوقت هتعمل هتأثر في الكوليكتينج دكتس عشان تعمل زيادة امتصاص الواتر from the collecting duct. وضحت؟ بالإضافة لشغلها العادي على الكوليكتينج دكت هتعمل لنا فجأة كده هتقوم عشان يفرز الـ ADH بكميات عالية، هيشتغل لنا as vasopressor، يعمل لنا vasoconstriction. اوكي في حاجه ثانيه ريجاردينج الليكشر دي هي كان فيها ايش؟ طب هنا الاوكسيتوسين اللي هو يفرز من البوستيريور بيتوتري جلاند وظيفته انه يعمل ايش؟ ايجكشن اوف ميلك. والاي دي اش من البوستيريور بيتوتري جلاند وظيفته انه يعمل ايش؟ ري ابسوربشن اوف ووتر، وانه يمنع التغيرات في الاوزمولاريتي. انت لو فاهم الان الايفكت بتاع الاي دي اش لما تقرا الكلام ده هتلاقي ايش؟ هتلاقي نفسك قادر تستوعبه. انا ما حقدر اشرح المحاضرات كامله، وضحت؟ في حاجه في اشكال هنا صفحه 14. طيب صفحه 14 دي دي ديما، بس انا قلت لكم انه الاي سي تي اتش هو نفسه بيعمل ستيميوليشن لتو هرمونز، بيعمل اصلا الادرينال كورتكس فيها كم هرمون، بيطلع كم هرمون الادرينال جلاند، ادرينال جلاند عندنا كورتكس عم بيضل، الادرينال كورتكس بيطلع كم هرمون، كم نوع؟ ثلاثه اللي هم ايش وايش وايش؟ جلوكوكورتيكويد، مينرالوكورتيكويد، اند سكس هرمونز. تمام، الميرالوكورتيكويدز اكشوالي ما بيحصل لها ستيميوليشن بالاي سي تي اتش، ممكن لو شخص بدا ينتج الاي سي تي اتش في الفيرست 3 4 دايز ممكن يزيد مستوى الالدستيرون لكن ما بكميات كبيره، والالدستيرون والميرالوكورتيكويد ريجوليتد باي المستوى بتاع البوتاسيوم والصوديوم والانجيوتنسين. تمام، لكن الاي سي تي اتش بياثر في حاجتين، بياثر في الجلوكوكورتيكويد اند سكس هرمونز. الرسمه دي انا ليش جبتها؟ قلت لكم انه الـ ACTH بيعمل تحويل او بيعمل يعني بيكون لنا اول خطوه اللي هو 17 هيدروكسيليز بيديني هيدروكسي ستيرويد، اوكي عشان او بريجنيلالون، البريجنيلالون ده هو بريكيرسر، بريجنيلالون البريجنيلالون اما يمشي عشان يديني كورتيزون او يمشي بطريق انزيمز ثاني عشان يديني تستوستيرون او اندروجينز. اذا كان احنا جبنا كميات مهوله من الاي سي تي اتش زي في الكوشينج ديزيز اللي هو بيكون فيها ادينوما في البيوتر جلاند، هنا راح يكون عندي زياده في الاندروجينز، عشان كده الناس اللي عندهم كوشينج ممكن يكون عندهم هيرسوتيزم، عندهم شعر في الوجه، البيت تلقى عندها لحيه. وبعدين برضو ايش بيعمل لنا اكني اللي هو حب الشباب. تمام، طب ايش اللي يخليه يمشي هير اور زير؟ هو اصلا حيمشي عشان ينتج لي كورتيزون لكن في كميات بسيطه بتنتج لي اندروجينز، الاندروجينات اصلا بتنتج بكميات بسيطه، اصلا زي ما قلنا حجم الادرينال كورتكس بيكون فيري لارج، وبمجرد بعد الولاده بيبدا ايش يحصل لها ريجريشن، بتفقد 80% من وزنها الادرينال كورتكس. ايش وظيفتها؟ انها كان بتطلع اندروجينز للبلاسينتا عشان البلاسينتا تحولها لبروجستيرون، فهو حينتج لي بوس، هو حينتج لي اثنين ما حينتج واحد، حينتج لي ده وده، لكن حينتج لي مين للكورتيزون بكميات بسيطه، حينتج لي مين؟ حينتج لي الاندروجينز. طيب متى راح ينتج لي؟ انا قلت لكم تفكير منطقي، لو كان طفل عنده مشكله انزيمات اللي بتحول الكورتيزون فيها ديفيشنسي بسيطه، في الحاله دي حيطلع كورتيزون قليل، حتستمر البيوتري جلاند تطلع اي سي تي اتش، فحيكون عنده هاي ايش؟ اندروجينز تعمل له والبريكوشس سودو بيبرتي. ايوه، ولو كانت فيميل هيحصل لها ايش؟ هتظهر عندها علامات كانها ميل، هتظهر لها علامات كانها ميل.
حيكون عندها تستوستيرون عالي. فهمتوا علي؟ اللي هي بسموها ايش؟ فيروليزيشن حاجة زي كده، اللي هي انها بتتحول الانثى بتكون مايلة يعني كأنها بتكون عندها علامات ذكورية يعني. اوكي؟ بسبب التستوستيرون. لكن وبالنسبة للميل حيظهر له سودو بيوبرتي. حصل له بريكوشن سيدو بيبرتي، يعني عمره 9 سنوات حتشوف شكله كده طول وحجمه وجلده وشعره وحب الشباب ولحيه حيكون شكله كانه بالغ، لكن اكشوالي هي از نوت، قلنا اسمها سودو يعني كاذبه. فهي الرسمه دي كانت من باب انه تشرح لكم انه الاي سي تي اتش بيعمل استيميوليشن للبوس. والله الاسئله دي ما بقدر اجاوب على الاسئله، بس انتوا تفهموها. انا ما بجاوب على هذه ولا بجيب سيره امتحان ولا هذه ولا دعوه ناس يا ذات الامتحان ده، لكن لو عايزين حاجه انا ما عندي مشكله يعني اشرح لي اشرح لكم. اوكي، في حاجه ثانيه بالنسبه في عندكم سؤال ثاني؟ any other question؟ دكتوره بخصوص الجلوكو كورتيكول، نعم احنا وش اللي يحولها وتخليها يصير لنا عندنا كورتيزول؟ او هي يعني الجلوكوكورتيكويد هي اللي تفرز لنا الكورتيزول. الجلوكوكورتيكويد من ضمنها هي عباره عن مجموعه من الهرمونات، من اهمها الكورتيزون، كورتيزول وكورتيزون وكورتيكوستيرون، دي كلها بنسميها جلوكوكورتيكويد، كلها عندها نفس الوظيفه، لكن اللي فيها اكثر من ناحيه كونسنتريشن بيكون اعلاها هو الكورتيزون والموست افكتيف. يعني لما اقول جلوكو كورتيكويد يعني قصدي الكورتيزون. اوكي، ليه سميناها جلوكو كورتيكويد؟ لان جلوكو كورتيكويد هي بتطلع من الكورتكس عشان تاثر في الجلوكوز، فهي جلوكو كورتيكويد كلمه شامله لمجموعه من الهرمونز اللي هي الكورتيكوستيرون والكورتيزول والكورتيزون، دي كلها نفس العائله، كلها عندها نفس الايفكت، لكن البريدومينيتنج وان هو الكورتيزول اكثر واحد، لكن كلها عندها في فاريشن في الريسبتر والافينيتي والافكتيفنس وكده. اوكي، طبعا في سنسيتيك جلوكوكورتيكويد اللي هو بسموه بريدنيزولون، البريدنيزولون ده سنسيتيك بياخدوه الناس الاميونو سبريسنت وانتي انفلاماتوري ستيرويد الانتي انفلاماتوري، ياخدوه لعلاج الاميون الاوتو اميونيتي، وبيستخدموه للانفلاماتوري ديزيزز، وبيستخدموه للناس اللي عامل لهم ترانسبلانت سينثيتيك، اسمه بريدنيزولون بيشبه الكورتيزون. فهي لما اقول جلوكوكورتيكويد عائله فيها الجماعه دي كلهم، كورتيكوستيرون كورتيزون كورتيزول، وكلهم عندهم نفس ايش؟ نفس الفانكشن، بيختلف يعني بيختلف انه الافينيتي الافكتس واحده بتدي افكت هنا اعلى من هنا، لكن في النهايه هو الاعلى واحد فيهم والاقوى واحد او اللي بنسميه هو اللي يعني المسيطر او الاكثر هو الكورتيزون. فما احيانا اقول جلوكوكورتيكويد اشملهم كلهم، واحيانا اقول كورتيزون هو الاهم واحد. واضح؟ البرايمنج افكت انه الكورتيزون از نيسيسري انه يزيد عدد الريسبتر لمين؟ للكاتيكولامينز اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين، بيخلي بالذات في البلود فيسلز، بيخلي البلود فيسلز الريسبتر فيها عالي، عشان كده لما يجي الادرينالين والنور ادرينالين بيقدروا يعملوا الايفكت بتاعهم. في اديسون ديزيز ما في كورتيزون، فما في ريسبونس للادرينالين والنور ادرينالين، عشان كده ما بيقدروا يتحملوا في اديسون ديزيز اي ستريس هيحصل لهم هايبوتنشن، ما بيقدروا يعني to overcome the stresses، اي ستريس ممكن يموت فيها اللي هو المريض بتاع اديسون. واضح؟ عرفت يعني ايش برايمنج افكت؟ برايمنج افكت يعني بيخلي الريسبتورز بتاعه هنا بالنسبه برايمنج لمين؟ برايمنج للكاتيكولامين، بيخلي الريسبتورز تحت الكاتيكولامين عددها يكون كتير. ايوه very essential good يا محمد وتعاني، very essential for life، يعني ممكن نعيش لكن ممكن to pass easily، اقل ستريس ممكن لو مات لحد ممكن يموت، هايبوتنشن ده بيقتل. كوشينج دخلوا فيها كيف يعني؟ ده كوشينج ده ما عندنا اللان كانسر. طيب كوشينج اصلا مشكلتهم عندهم هاي كورتيزون، هاي كورتيزون ده جاي من فين؟
اما انه المريض ده هو مريض بتاع اوتوميونيتي وبنعطيه بريدنيزولون بنعطيه كورتيزون من برا وادينا له بكميات عاليه فراح عمل لنا كوشي، او عنده الادرينال جلاند بتاعته بتطلع كميه مهوله لانه فيها ادينوما في ورم حميد وبتطلع لنا كورتيزون عالي، او لانه البيتوتري جلاند دي بالحاله دي بنسميها كوشينج ديزيز، البيتوتري جلاند بتطلع اي سي تي اتش، والاي سي تي اتش زي ما احنا عارفين ايش راح يسوي الاي سي تي اتش، الرسمه اللي غلبتكم دي راح يطلع لك كميه مهوله من الكورتيزون. فالكورتيزون يا اما جاي من انه في اي سي تي اتش عالي، او انه البيتوتري الادرينال جلاند بتطلع كورتيزون عالي، او شخص محتاج انه يعطوه دواء عباره عن كورتيزون. واضح؟ طب الاي سي تي اتش العالي ده بيجي من فين؟ ايزر جاء من البيتوتري جلاند نفسها، او في بعض الكانسرز زي اللون كانسر، في بعض الكانسرز هي اللي بتفرز لنا اي سي تي اتش كده، يعني بيسموه ده تيومر ماركر، يعني لقوا في خلايا سرطانيه بتفرز حاجات مش عندها سبب وليش، لا هي بتفرز دي حقيقه اتلقت كده انه في بعض الكانسرز بتفرز لها الاي سي تي اتش، ايش راح يكون عندهم المرض ده؟ راح يكون عندهم كوشنج. وضحت يا يزن؟ any question؟ يعني واحد عنده سرطان في اللونج مثلا وبيطلع لنا اي سي تي اتش، كيف حيكون مستوى الكورتيزون عنده؟ حيكون طاير السماء، يكون عالي جدا. التصبغات في اديسون جايه من فين؟ التصبغات عبد الله قال لكم جايه من الاي سي تي اتش. يا جماعه الاي سي تي اتش في المحاضره بتاعت الاي سي تي اتش قلنا انه هو نفسه في البريكيسر بتاعه البري برو هرمون بيكون فيه برو اوبيو ميلانوكورتين، هو نفسه فيه جزء منه عباره عن ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، والاي سي تي اتش لما يحصل له ديجراديشن برضه بيطلع لنا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. واضح معاه؟ واضح لكم؟ فكل ما كان اس تي اتش عالي كل ما كان الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون عالي، عشان كده كل ما اي سبب بيؤدي لارتفاع الاي سي تي اتش راح يكون معاه هايبر بيجمنتيشن. وضحت؟ متى يرتفع الاي سي تي اتش؟ متى يكون الاي سي تي اتش فيري هاي؟ في حاله مين؟ لا كيف يقل نشاط البيتوتري؟ اصلا هو جاي من البيتوتري يا عبد الاله. قول لي لو كان في ورم في البيتوتري بيطلع اي سي تي اتش مثلا اقبله. لا ما الاستريس ده ما حاجه بتكون يا يزن، حاجه بتكون يعني تيمبورر مؤقته، لكن لو مثلا واحد عنده هبوط في الغده ادرينال جلاند اللي هي اديسون بيكون في كورتيزون ما في كورتيزون ما في نيجاتيف فيدباك اكيد الاي سي تي اتش حيكون فيري هاي، صح؟ هايبر بيجمنتيشن حيكون في الاديسون، صح ولا لا؟ وضحت؟ طيب هل ممكن يكون كوشنج يكون فيها هايبر بيجمنتيشن؟ ممكن ولا لا؟ متى يكون؟ لو كان سببها مثلا دواء او كان سبب الادرينال كورتكس. ايوه ممتاز، يبقى لو كانت الكوشنج بسبب زياده في الاي سي تي اتش في الحاله دي حيكون في هايبر بيجمنتيشن، لكن لو كانت في الادرينال او كانسر مثلا او كانت كده الكانسر زي 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 اللي هو الكانسر اللي بيفرز لنا الاي سي تي اتش، اي سبب يزيد لنا الاي سي تي اتش حيعمل هايبر بيجمنتيشن. خلاص اي ثينك انها واضحه بالنسبه لكم. في سؤال ثاني يا جماعه في المحاضره دي صفحه 20. الاندروجينز ما لدي يا ولدي في شنو؟ ما دي قلنا انه الاندروجينز اللي دي بتنتج لنا كميه مهوله، قلنا 80% من حجمها او من وزنها راح يقل بعد الولاده، لانه هي اهميتها كانت في الفيتال لايف في الانتروتراين لايف، بتنتج لنا اندروجينات تتحول الى استروجينات او بروجستيرون عن طريق البلاسينتا، عشان كده بعد الولاده مستوى الاندروجين اللي بيطلع من
الادرينال كورتكس بسيط. حتى انا قلت لكم هنا انت قلت لي طب ليش متى تطلع ده ومتى تطلع ده، قلت لك اكشوالي الاس تي اتش راح يفرز لي راح يسبب انتاج الكورتيزون، لكن هو راح يسبب انتاج الكورتيزون لكن بيطلع معه ماينر يعني اماونت اوف ايش في الاحوال الطبيعيه، مستوى بسيط من الاندروجينز بسيط، يعني هو في الاول في الاساس راح يكون كورتيزون لكن في بسيط. متى يكون كثير؟ اذا كان الاس تي اتش عالي اكثر من اللازم زي في الكوشنج، او لو كان في بروبلم هنا اذروايز كميه الاندروجينات قليله بسيطه. فائدتها ايش؟ ممكن نستفيد منها افتر مينوبوز يكون سورس الاستروجين، الاندروجين نفسه تستوستيرون ده تحول عن طريق الكبد الى استروجين تمام، ويكون لنا سورس الاستروجين للفيميل بعد المينوبوز، وهو اصلا اهميته بتكون في الانتريوتراين لايف لانه بنحتاج انه الاندروجينات تتكون عشان تحول لنا البلاسينتا الى بروجستيرون. فعشان كده بعد الولاده على طول راح يصير حجمها ايش؟ راح يقل حجمها 80%، تخسر 80% من حجمها، يبقى الفانكشن بتاعها بسيط، يعني فانكشن اساسي في الفيتال لايف او الانتريوتراين لايف وفي المينوبوز بالنسبه للفيميل، والستيميوليتد باي اس تي اتش. بتختلف عن الاندروجينات الثانيه اللي هي بتاعت التستيس في انها الاستيميوليشن بتاعها اس تي اتش، هناك الاستيميوليشن ايش؟ ال اتش صح؟ بالنسبه للتستيس الاندروجينز ال اتش هو بحفزها، هنا بتحفزها لنا اس تي اتش. وضحت يا جماعه كلير؟ يس جود. اني اذر كويستشن؟ طيب احنا دي ثلاثة ولا اثنين؟ معلش دي تو ولا دي ثلاثة؟ نمشي لتو تمام. طيب قبل ما نمشي لتو في حاجة هنا، في حاجة هنا في ثلاثة دي ولا خلاص؟ طيب طب انت يا عبد اسمه مين ده؟ محمد ودعاني. خلاص هي في كانسرز، كانسرز بتفرز عندها خصائص، في كانسر سبيسيفيك بتفرز مواد معينه ارتبطت بها، يعني في حاجه اسمها تيومر ماركرز، معروف انه مثلا في الثايرويد جلاند مثلا تيومرز في ماركر معين انه لما تلقاه عالي معناها سسبيشيس انه في كانسر، فهمت علي؟ في 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 الليفر كانسرز في حاجه اسمها الفا فيتو بروتين، لما نلقاه مرتفع معناه في كانسر، في في كارسينوما، في هيباتوسيلر كارسينوما، دي بسموها تيومر ماركرز، يعني الكانسر كانسرز المعينه بتفرز مواد معينه، من ضمنها انه البرونكيال كارسينوما بتفرز لنا اس تي اتش. خلاص خليه ما طبيعيه، هي بتفرز حاجات ما هي اصلا كل الفانكشن بتاعها ما طبيعي، هي دي بتفرز مواد بسموها تيومر ماركرز، لما نلقاها مرتفعه معناه نشك في الحاجه دي، فهمت علي؟ لكن عشان تعرف الميكانيزم وليش وبتاع دي كلها ديتيلز لو دخلت فيها ما حتطلع منها، دائما الاشياء دي ما بيمشي فيها الشخص الا اذا كان في سبيشاليتي عاوز يتخصص في الحته دي معينه. غير كده كونك تدرس العلوم كلها بتفاصيلها حتلقى نفسك ضيعت زمنك وشتت نفسك. لازم في العلوم دي بيعرفوها بصوره جنرال. ما بمشي ديب في الحاجه الا اذا كنت عاوز تتخصص فيها. أذروايز العلوم ما بحر كبير صعب صعب يا محمد، لكن ما في مشكلة في الإجازة أقرأ ورينا معاك لو لقيت حاجة ما مشكلة منكم نستفيد. طيب كلكم ما عندكم حاجة نروح المحاضرة الثانية، أنا بس ما دايرك ما عاوزاك يعني تضيع مجهودك يعني 19 مصير على إنه نكمل هنا. ايش في 19؟ مينرالو كورتيكويس يا ما اذن ايش فيها يا اخي؟ يا اخي ما قلنا لك دي المينرالو كورتيكويس الالدستيرون مين واحد وبينظم لنا مستوى الصوديوم والبوتاسيوم، هو بيمنع تراكم البوتاسيوم عشان كده بيتحفز بالهايبركاليميا، بيؤدي لافراز يعني تخلص من البوتاسيوم مقابل ريتينشن اوف صوديوم اند ووتر. اوكي؟ اقرا الباقي اقراه لحالك. المعلومات الاساسيه قلناها. طيب endocrine 2. طيب ايش في في endocrine 2 يا عبد الاله؟ ايش في؟ اخر سلايد.
طيب هنا الديسفانكشن بتاعنا اللي هو الديسفانكشن ده ممكن يكون فيه زياده في الفانكشن او نقصان، زياده او نقصان. ديسفانكشن انفولف ممكن الديسفانكشن يكون على مستوى البيتوتري جلاند او على مستوى الادرينال جلاند او يكون فيه اكتوبيك سيكريشن. كيف على مستوى البيتوتري جلاند؟ يعني يكون عندي البيتوتري جلاند ايزر ما بتنتج لنا اي سي تي اتش، هنا في نقصان، نقصان ديسفانكشن، او لا البيتوتري جلاند از سيكريتنج كميه مهوله من الاي سي تي اتش ديسفانكشن. الادرينال جلاند، ادرينال جلاند لو ما في، لو كان ادرينال جلاند حصل لها فايبروزيس ايش راح يصير؟ اديسون ديزيز، ما في كورتيزون، يبقى هنا الاي سي تي اتش حيكون عالي صح. طب لو كانت الادرينال جلاند فيها ادينوما بيطلع كورتيزون عالي، ايش راح يصير الاي سي تي اتش؟ راح يكون منخفض، يبقى هنا انخفاضه وزيادته تبعا لايش؟ للادرينال جلاند. وضحت؟ او يكون عندي اي سي تي اتش عالي عشان في توبيك سيكريشن زي ما قال لكم محمد ودعاني، يعني في خلايا سرطانيه سموير بتفرز لنا اي سي تي اتش. وضحت الان؟ واضحه؟ هايبو فانكشن يعني قصدنا زياده او نقصان، انسفيشنسي يعني في مشكله البيتوتري جلاند ما بتطلع هرمونات كافيه، او يكون في ادينوما، يعني مثلا لو كان في ادينوما في البيتوتري جلاند زي الجروس يعني اللي هي اللي بتعمل لنا الجروس هرمون، يعني مثلا اللي هي السوماتوتروب كانت كبيره جدا ادينوما، راحت هذه الادينوما دمرت ايش باقي الجلاند، صار ما في اي سي تي اتش. او زي ما حصل مثلا في شيهان سيندروم، قلنا بعد الولاده بيحصل نزيف، واكثر مكان بيتاثر هو البيتوتري جلاند، خلاص بيحصل لها اسكيميا، هنا ده هايبو فانكشن. اوكي الادرينال جلاند كيف بتاثر شرحناه الان. لو الادرينال جلاند بتطلع كميه مهوله حيحصل سبريشن في الاس تي اتش، لو الادرينال جلاند ما بتطلع اي كورتيزون هنا حيكون في هاي اس تي اتش. والكتوبيك ذكرناه قبل شويه. اوكي في بناين اند مالجنت تيومرز بيطلع لنا هذه، ايوه يعني قصدنا هايبو فانكشن هايبر فانكشن يعني زياده او نقصان في الاس تي اتش. ممكن تكون هي اصلا المشكله عملت زياده او نقصان في الاس تي اتش، او يكون ريسبونس لمشكله في مكان ثاني. فهمت علي؟ ممكن تكون هو المشكله او هو السبب. الجروس هرمون هو لو فكرنا انه مثلا الجروس هرمون حيأثر في الليفر، حتطلع سوماتوميدينز، بنعتبره ممكن نعتبره تروبيك في الحاله دي الجروس هرمون، لانه الليفر حتطلع حاجه اسمها سوماتوميدين، فممكن يعتبر انه كانه تروبيك. السوماتوميدينات دي عباره عن ميدييترز انترميدييتس، وهي ذاتها تعتبر كانها هرمونات، فكاننا هنا حفزنا الليفر تو سيكريت هرمونز، ففي الحاله دي ممكن اعتبرها تروبيك. النقصان بنقصان كيف يا نقصان بنقصان كيف يا عبد الله؟ غلط كده. نقصان بنقصان كيف؟ ما فهمتها سؤالك، ما صحيح. يعني قصة الهايبو فانكشنينج اوف بيتوتري جلاند بتقلل من كمية الاي سي تي اتش، يعني نقصان. جود يس 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 يس. والهايبو فانكشنينج ايوه ايوه، لكن ده لما تكون المشكلة في الاي سي تي اتش نفسه، لكن احيانا مستوى زيادة الاي سي تي اتش او نقصانه بيكون ريسبونس لنقصان او زيادة الكورتيزول، في الحالة دي ما بتكون هو المشكلة بنفسه، هو بيكون ريسبونس، لكن بيكون ما طبيعي. اوكي جود، والله ما شاء الله عليكم، اللهم بارك، كويسين، ما مهم الامتحان لكن انتوا كويسين يعني، ان شاء الله تتوفقوا باذن الله. يعني دائما الاشياء زي كده الاثار حقتها لو ما تلاقيت، يعني لا يعني ممكن ما تلاقي اثر في الاختبار، لكن طريقتك في المذاكره، النقد، انك دائما الحاجه عاوز تفهمها، كل هذه الاشياء يعني تستفيدوها لقدام حتظهر نتائجها. لا والله ما ميؤوس منه الاختبار، ان شاء الله تجاوبوا باذن الله باذن الله. لا والله مبسوطه منكم جدا انا بغض النظر عن النتائج، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تجاوبوا. ترفعوا راسي.
دكتورة معليش، مستوى الأسئلة الـ20 اللي بتكون يعني هاي ليفل، ممكن تعطينا بس يعني أمثلة عليها كيف بتكون مثلا؟ ما بدي اديك امثله، لكن بيكون في اسئله بتاعت كيسز، اقرا الكيس كويس وسهله، اقرا الكيس كويس وحاول استنتج الاجابه بتاعت السؤال، والله ما صعبه، والله يمكن انتوا يكون الامبريشن بتاعكم مختلف عن الترم الاول، لانه في الترم ده اعتقد انه حاولنا نكون يعني البروبلم اللي اخذناها وحاولنا انه نكون شويه في السينكينج، طريقه التفكير يعني كريتيكال سينكينج نوعا ما، ان شاء الله تجاوبوا باذن الله، ما صعبه، ما كانت صعبه، خلاص يمكن دي تكون زيها واسهل منا، اسهل. بس الكيسز ما يتخاف عليكم منها، ان شاء الله بتحلوها، بس اقروا بشويش كده وما تشطحوا بعيد، الكيس بتقول انا كده، واحيانا في الكيس بقول لك شخصناه كده، دينك التشخيص، انت تحاول تفهم يعني. طيب الاسئله الثانيه اللي هي ما هي كيسز اقروها بفهم بالله، ما في راحتكم، لا لا لا، حلوا بسم الله، سؤال اول حل وظلل على طول، الا اذا سؤال تغير يعني حسيته صعب عليك حط عليه اكس وسيبه وامشي للي بعده، لما تخلص الستين سؤال ارجع للاكسات اللي انت صححته من البدايه وحليته وظللته، لا ترجع له اصلا عشان ما في زمن، وعشان ما تضيع نفسك، وعشان ما تعمل نفسك يعني تشكيك والصح راح تمسحه وتكتب تحل خطا، لا تسوي كالاتي يعني حل نمبر 1 2 3 4 5 ما عرفته اكس امشي 6 7 8 9 ما عرفته اكس امشي 10 13 شكيت فيه وخليه اكس وامشي، حليت كله جيت لقيت فيه 20 سؤال عليهم اكس، ارجع واحد واحد اديه زمن بسيط، كل سؤال اديه زمن بسيط وابدا احل ان شاء الله بدون اكس باذن الله، ان شاء الله يا رب يا رب، شدوا حيلكم وما تخافوا، ما صعب الامتحان ان شاء الله. طيب علي راجحي، علي راجحي قال الهرمون اللي هي عاوزنا نفتح لك المحاضرة، لو ممكن اتكلم بدون محاضرة يا علي، افتح المحاضرة ولا بدون؟ طيب اوكي no problem at all. طيب العمليه بتاعه السينثيسيس اوف ثايرويد هرمونز كالاتي، اول حاجه بنعمل عمليه ايودايد ترابينج، نعمل له ترابينج يعني ايش، نعمل له عمليه بتاعه قنص، نسحبه من السيركيوليشن، اوكي دي الخطوه الاولى، بعدين نعمل له افراز داخل الفوليكل، ايودايد يعني هو يعني نيجاتيفلي تشارج، لازم يتحول لايودين، يحصل له اوكسيديشن، وبعد كده نربطه نعمل ايودينيشن للتيروزين، الايودينيشن هو اسمه الاورجانيفيكيشن، عمليه ربطه بالتيروزين بنسميها اورجانيفيكيشن، يمكن لانه ده اورجانيك مولكيول او اورجانيك سبستنس، دي ماده عضويه انا حربطه معاه عشان كده اسمه اورجانيفيكيشن، الانزيم اللي بيعمل لنا اوكسيديشن ويعمل لنا البايندينج ده بنسميه سايروبيروكسيديز، واضح؟ الخطوة الأولى أيودايد ترابينج، هعمل عملية قنص أو سحب إدخال للأيودايد من السيركوليشن من الدم عن طريق الصوديوم أيودايد سيمبورتر، أوكي دخلناه، بعد كده راح نفرزه في الفوليكل، بعد كده هنعمل له أكسيديشن، عملنا أكسيديشن وربطناه مع التيروزين، دي بنسميها عملية الأورجانيفيكيشن، عملية ربطه بإيش؟ بالتيروزين، الايودينيشن يعني نفسها انه نربطه بالتيروزين. طب الاوكسيديشن والاورجانيفيكيشن هي وظيفه مين؟ وظيفه الثايرويد السايرو بيروكسيديز، تمام؟
عملنا الاورجانيفيكيشن بعد كده بنعمل كوبلينج، يعني نربط ما هو بيجي اسمه الهرمون بيجي صار اسمه ايش؟ اسمه داي ايودو تايروزين. هنربط 2 داي ايودو تايروزين مع بعض عشان تدينا T3 and T4 تراي ايودو تايرونين and تترا ايودو تايرونين او تايروكسين، عمليه كوبلينج. لكن ستيل بعد الكوبلينج بيكون T3 T4 والداي والدي اي تي والام اي تي كلهم بيكونوا مرتبطين مع مين؟ مع الجلوبيولين، مع السيروجلوبيولين. بنعمل عمليه بروتولايسيس، يعني شايفين دخلنا الايودايد حولنا له ايودين، ربطناه مع التيروزين عملنا له اورجانيفيكيشن، بعد كده عملنا كوبلينج كونا تي 4 ان تي 3 بيكونوا مرتبطين مع السيروجلوبيولين. نعمل اندوسايتوزيس وبالبروتولايسيس عشان نعمل عمليه تحليل نفكه، نفك التي 3 ان تي 4 ان تي ام اي تي والدي ام والدي اي تي. تي 3 تي 4 هيمشوا فين؟ السيركيوليشن عشان نستفيد منهم كهرمونات، والدي اي تي والام اي تي نعمل لهم دي ايودينيشن، ناخذ الايودايد ثاني نعمل له نح اكسيديشن ونربطه مره ثانيه، والتايروزين راح نعمله ايش؟ نربطه في السيروجلوبولين. فهمتوا علي؟ وضحت؟ كلير؟ صعبة؟ الصعب فيها شنو يا يزن؟ الخلية دي اسمها فوليكولر سيل، بتنتج حاجة اسمها سيروجلوبولين عبارة عن تايروزين مولوكيوس مرتبطة مع بعض بروتين. اوكي البروتين ده فيه تايروزين مولوكيول، بتنتجه وتحطه في الفوليكل. تمام، بنحتاج انه التايروزين الموجود ده نعمل له ايودينيشن، نربطه بالايودين، دي اسمها عمليه الاورجانيفيكيشن. من فين بنجيب الايودين؟ بنجيب الايودايد من الدم ونحوله لايودين ونربطه. بعد كده التايروزين فيه ايش؟ ممكن يكون عملنا له ايودينيشن في منطقه في كربونه واحده اسمه مونو ايودو تايروزين او ان تو كاربون سايتس بوزيشنز، فحسميه ايش؟ داي ايودو تايروزين. بنربطهم مع بعض، نربط الداي مع الداي او المونو مع الداي عشان دي تي 3 ان تي 4، وستيل بيكون موجود في السيروجلوبولين. حتى لما نعمل اندوسايتوزيس بيكون في السيروجلوبولين، لازم نجيب لايسوسايمز عشان نقطع تي 3 ان تي 4 ونعمل لها ريليس في ايش؟ دي الستبس دي كلها اندر كنترول اوف تي اس اتش، ما عدا الستيب بتاعت انه الايودين يدخل هنا في اليومين الممبرين او الابيكال ممبرين، هنا ما بتعتمد على التي اس اتش. لكن باقي الستبس دي كلها لو رجعتوا للمحاضره بتاعت التي اس اتش هتلاقوا انه بيعمل ستيميوليشن للترابينج وللاورجانيفيكيشن وللبروتولايسيس، كلها بيعملها التي اس اتش لما نكون محتاجين لتي 3 انتي 4. ايوه الاستروجين بيرفع لنا مستوى الثايرويد بايندينج جلوبولين، فالفري تي 3 تي 4 بيكونوا اقل من الطبيعي، وبالتالي تي اس اتش حيرتفع فيزيد لي حجم الجلاند، شويه يزيد حجم الجلاند، وفي النهايه بترفع لي بترجع لي مستوى تي 3 تي 4 للطبيعي. لكن بلاحظوا انه في حاجه اسمها فيزيولوجيكال جويتر، يعني تلاقي في اثناء البيوبرتي او اثناء الحمل شويه كده الثايرويد جلاند يحصل لها الارمنت بسيطه تعمل كومبنسيشن. لا 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 ما هايبر ما هايبر، ما هي في النهايه الفري 3 ان تي 4 ثابت طبيعي، لكن عشان اصل مستوى الطبيعي اضطرت الجلاند انه حجمها يزيد عشان تكمبنسيت وتوصله طبيعي، لانه كان الفري كان اقل من الطبيعي بسبب زياده الثايرويد بايندينج جلوبولين. عشان يكون طبيعي التي اس اتش حيفرز بكميات كبيره حيزيد حجمها حتعمل كومبنسيشن، فحيكون مستوى التي 3 تي 4 عادي. بعدين لما تنفك ما خلاص بمجرد ما يزيد مستوى التي 3 تي 4 راح يقل مستوى التي اس اتش، راح يقل مستوى افراز التي 3 ان تي 4. لا لا دي زيادات عشان الاستروجين نفسه بياثر في الليفر، بيخلي لنا تنتج كميات اكبر من الثايرويد بايندينج جلوبولين. لتغذيه الجنين لا ما اي دون نو، والله يا عبد الله اي دون نو ما I don't know what is يعني الفيزيولوجيكال بينيفيت،
لزيادة الثايرويد بايندينج جلوبولين. أنا ممكن أكون أنا الآن أقدر أستنتج، لكن ما أحب أقول لك معلومة. أنا بستنتج إنه بيكون عندي بول، عندي بول من الـ T3 and T4 لو احتجت له ممكن أستخدمه. فهمت علي؟ يعني T3 T4 T4 الآن مخزنة مرتبطة مع الثايرويد بايندينج جلوبولين، لو احتجت له أنا ممكن توريليزت يعني. فهمت علي؟ بسهولة. ده استنتاجي انا، لكن دي ما حاجه، دي ما معلومه مش بحثت عنها. ايوه لو احتجنا لكميه منه على طول بس يحصل له ايش، الثايرويد بايند جلوبولين يفكه وراح نستخدمه. يعني زي المخزن السريع كده، زي تخزين يعني، مخزنينه لاستعمال السريع المستعجل. ده فهمي انا، لكن ما حاجه قريتها يعني في ميديكال جورنال ولا بحثت عنها ولا كده. بس دكتورة هو في الأخير هو هرمون للجروث، فأنا لما قلت إنه مع الحمل بيزيد ويزيد الارتباط الثايرويد، فهو ممكن يكون بسبب إنه تغذية للجنين، لأن الثايرويد هرمون هو وظيفته أصلاً جروث. لا جروث ده ما، لكن أنت بتتكلم عن الثايرويد هرمونز of the mother ما of the baby. ما البيبي عنده his own thyroid hormones. ينتهي؟ لا البيبي يعني البيبي بيصنع الهرمون ثايرويد هرمونز بتبعه. بتأثر متى البيبي بالثايرويد هرمون بتاعت أمه؟ إذا كانت الأم بتاخد أنتي ثايرويد، لأنه الأنتي ثايرويد راح يأثر في الثايرويد حق جلاند حقته. فهمت علي؟ أو لو كان جينيتيكلي في بروبلم. أوكي، ثاني في سؤال يا جماعة؟ Any other question? أهم حاجة قبل الاختبار تنوموا كويس في الليل، تتسحروا كويس، وتشربوا نسكافيه، تكونوا مستعدين مصحصحين. لقيت انام في الليل ليش يعني؟ خلاص لو نمت في الليل تصحى قبل الفجر وتشرب النسكافيه وتصحى لغايه ما تختبر، وبعدك تعدي تنوم ثاني. ما تسهر ليل الليل كله لما تجي الاختبار، في الاختبار ما تفهم حاجه عشان السهر. لازم تناموا بدري، ناموا بدري بعد العشاء بعد التراويح، ناموا لكم كم ساعه كده، اصحوا الساعه 4، سحروا واشربوا نسكافيه، وذاكروا لما تروحوا الاختبار، اختبروا تعالوا ناموا. طيب جاء الصفحه رقم 15 دي 19. نعم ايش؟ ايوه هاشيموتو ثايرويدايتس. هاشيموتو ثايرويد طبعا الثايرويد بروبلمز عندنا حاجتين، عندنا الهايبر ثايرويديزم والهايبو ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم والاثنين سبحان الله الموست يعني كومن كوزز فيها اوتو اميونيتي. اوكي في جريفز ديزيز الهايبرثايروديزم الانتي بوديز بترتبط مع الريسبتر، هي للريسبتر ترتبط مع الريسبتر وتفعل الريسبتر، عشان كده الريسبتر ارتباطك ايه ارتبط التي اس اتش، هتفعل لي الجلاند عشان تفرز تي 3 انتي 4. لكن في هاشيموتو ثايرويدايتيز الانتي بوديز اجينست الثايروجلوبولين اند ثايروبيروكسيديز، هي اجينست ذم، فهتحطم لي الخليه وهتحطم لي البروتينات، فراح ايش هتعمل لي هايبوثايروديزم. خلاص نو مور برودكشن اوف هرمونز، ما حيصير في انتاج للهرمونات. لكن في البدايه لما تعمل ديستركشن في البدايه بيكون عندي حبه هرمونات محتفظين بقى في فيزيكلز، فلما اعمل لها ديستركشن اي ويل ريليز ذيس هرمونز ان ذا سيركيوليشن، فتديني تمبرري انكريس. فالمريض حيكون في البدايه يظهر كانه عنده ايش؟ هايبرثايروديزم، بعد شويه يحصل لها كومبليت هايبوثايروديزم. وضحت ليش ليش حصل زياده الثايرويد هرمون؟ عشان عملت ديستركشن، فكل الثايرويد هرمون المخزنه طلعت في السيركيوليشن، فعملت لي زياده في مستوى الثايرويد هرمونز، عملت لي سيمتومز اند ساينز اوف هايبرثايرويديزم. لكن بعد شويه خلاص بقت ديسترويد، صارت الثايرويد جلاند ديسترويد نوت بروديوسينج انف تي 3 اند تي 4، فيظهر لي الهايبوثايرويديزم. وضحت يا جماعه كلير؟
اما في الها في الجريفز الثايرويد الانتي بوديز ما لا بتروح ترتبط مع الريسبتر، هي اجينست الريسبتر، ترتبط مع التي اس اتش ريسبتر وتفعل الريسبتر كانها تي اس اتش، فتنتج لي كميات كبيره جدا من تي 3 انتي 4. وضحت ده الفرق بيناتهم؟ يعني كويشن خلاص بعد ده كفايه مش كده؟ اي سؤال؟ اوفيت فين؟ في الكالسيوم، في الكالسيوم. طيب لازم افتح برضو ولا ما لازم؟ طيب كلهم اوتوميونيتي، كلهم اوتوميونيتي يا علي، لكن فرقت الفكره، فرقت في الجريفز الاوتوميون انتي بوديز ترتبط مع الريسبتر وتفعله كانها تي اس اتش، اما في الهاشوميتو الانتي بودي يرتبط ويدمر ديستركشن، فالنتيجه في النهايه بتختلف. في الهاشوميتو الانتي بوديز دمرت، في جريفز الانتي بوديز فعلت. فهمت؟ طيب بيسال من الاوفرت ان ليتنت تيتاني. الاوفرت تيتاني يعني الاوفرت تيتاني هو شخص عنده، طبعا قلنا الهايبوكالسيميا، نقصان الكالسيوم في الدم بيخلي النيرفس او النيرونز فيري سنسيتيف واكسايتد، حتى انه النيرف بيحصل له يعني اكسايتيشن من غير ستيميوليشن، فده بيدينا حاجه اسمها تيتانايزيشن، انه السكيلت المصل يحصل لها كونتراكشن بدون ريلاكسيشن. تمام؟ ده اسمه تيتانايزيشن. اسباب الهايبوكالسيميا كثيره، من ضمنها الالكالوزيس، وشرحناها انه في الالكالوزيس عشان البروتينات بتطبط مع الهيدروجين، والان محتاجين للهيدروجين، البروتينات حقت الدم راح تفك الهيدروجين وتربط بدله مين؟ الكالسيوم، مما يؤدي الى نقصان الكالسيوم في الدم، فيعمل لي ايش؟ نقصان الكالسيوم هيعمل لي هايبوكالسيميك تتني. بغض النظر عن سبب الهايبوكالسيميا، اي هايبوكالسيميا حتؤدي لي الى ايش؟ انه يحصل تتنايزيشن. التتنايزيشن نفسه ممكن يكون نوعين، يكون تيتانايزيشن باين ظاهر، يعني الشخص المريض حصل له تيتانايزيشن، يعني عنده الكاربوبيتال سبازم، تلقى اليد بتاعته عامله كده داخل الداخل كده، اوكي، وشكل السبازم واضح، يعني كانه في بعض الاصابع للداخل وبعضها للخارج، او عامله يعني فليكست اند اكستندد، فده ايش؟ ده شكل السبازم. ده هنا عندي السبازم ايش ظاهر. في الليتنت بيكون بوردر لاين، بوردر لاين يعني ايش؟ يعني هو في هايبوكالسيميا لكن ما وصل مرحله انه النيرف صارت ايش؟ صارت بتعمل لنفسها سيلف اكسايتيشن، لكنها حساسه، اذا نقص شويه راح يسهر يصير اوفرت. ليتنت معناها مختفي، خفي، خفي، هو عنده هايبوكالسيميا لكن ما ظهر التيتانايزيشن. متى يظهر التيتانايزيشن؟ لو انت عملت تابينج على الفيشل نيرف بصباعك كده دقيت عليه طوال يحصل له كونتراكشن، لان النيرف ما له قلنا النيرفز حساسه. او لو مثلا عملنا بالكف حقه السيجمانومتر جهاز الضغط، لو حاولنا نقيس له الضغط ولا ايوه، لو وقف الدم اصلا الكالسيوم كان قليل، لما توقف الدم حيزيد قله، عشان كده حيسهر له تيتانايزيشن. انت اذن يعني ايش اوفرت؟ يعني ايش؟ يعني ايش ليتنت؟ ليتنت يعني خلاص بوردر لاين، هو قليل لكن لو نقص سنه راح يحصل الاوفر اكسايتيشن اوف ذا نيرف سيستم والتيتانايزيشن. وضحت؟ اني اذر كويستشن بيفور اي ليف؟ العفو ده الواجب يا يزن. الله يعافيكم جميعا يا رب. العفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف إن شاء الله يوم الاثنين. أتمنى أشوف درجات حلوة بإذن الله. بإذن الله أتمنى. لكن at the end of the day all of you are doing well. تعلمتوا كثير، استفدتوا كثير، تغيرتوا كثير كلكم، يعني المجموعة بالذات الناس الحاضرين معايا اليوم ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم، ما عليكم خوف إن شاء الله، بس انتبهوا لازم تحضروا محاضرات،
بكلمكم على المستقبل القريب ان شاء الله. لا تضيعوا المحاضرات، احضروا، انتبهوا، شاركوا، ذاكروا اول باول، اعملوا المخطط اللي بيسموه ايش، خريطه المفاهيم، كشكول، مذاكره يوميه، مذاكره اسبوعيه، هيخفف عليكم في اختبارات ما حتحتاجوا مجهود كبير. اوكي، ان شاء الله نسمع عنكم كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.